طيب يلا بقى السلم ده كده المعماري جايبه لك واحنا عايزين نصممه. يعني ايه اصممه؟ يعني احط سلك سيستم ليه واجيب سمكه واجيب تسليحه. اربع عمدان وانا عارف ان انت عندك المشروع بتاعك شيرول، مش هقول لك عليه. فكر انت شيرول يعني ايه؟ شيرول يعني عمود بس ماله كبير. اربع عمدان احط كاميرات فين واعمله اسهل سيستم؟ اعمل ايه؟ الكاميرا فين؟ في منسوب الدور، وكاميرا تانية في منسوب مين؟ نص الدور. بس كده الشريحة دي كلها هيبقى هو ده الاسباب بتاعها ولا لا؟ يبقى انا علشان اجيب سمك البلاطة المفروض احسب ال على 25 صح ولا لا؟ مش دي بلاطة وان وين؟ وسمبل؟ مع انها ممكن تكون كونتينوس مع الدور بس اعتبرها كده. يبقى انا المفروض اجيب الطول ده، ومفروض اجيب الطول على المايل، ومفروض اجيب الطول ده. سيبك من الطول على المايل، مش هيفرق كتير عن الطول ده. صح؟ مش هيفرق كتير، هيبقى 2 كام؟ 2 80 مثلا؟ يبقى انا عندي متر ومتر 2 متر، و2 متر 75 يبقى 4 75 على 25 يطلع كام سنتي؟ طلع مبالغ احسبها لي يلا. 4 متر 75 على 25 يطلع كام سنتي؟ 19. 19 يعني انا اخدها كام؟ 20. يبقى سمك البلاطه 20. طب والكاميرات دي انت هتفرضها كام في كام؟ انزل هدول 25 في كام؟ ب 60 او ب 70 مش فارق. والعمدان دي انا لسه ما صممتهاش، خدها مبدئيا كده 30 ب 60. طيب انا عايز اجيب ايه بقى؟ عايز اجيب المومنت هنا عشان ابدا اخد التسليح صح؟ انا لو منك اسرع لي ان انا احسب المومنت ده مانيوال. بس احنا ممكن نحسب المومنت ده على الساب. ازاي بقى؟ اهو هرسم الموضوع على السلم ده على الساب بكل سهوله. ركز بقى في الساب. محمود هيجي يقول لك هتعمل فيها ايه. انا هرسم على برنامج الساب، يبقى انا هحط ايه؟ جريدات. اللي ماسك التليفون ورا يسيبه. ركز بس معايا، مليني بقى فايل ايه، وبعدين جريد اونلي. كم جريد في اكس؟ عد. وكم جريد في واي؟ أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. كم في زد؟ الله أعلم. ما هو السلم هيبقى في زد طالع. خليها كده. واحد اثنين ثلاثة أربعة. زد ده اللي هو طالع، ده كده اكس واي. كليك يمين اديت جريد داتا موديفاي سبيسنج. كام المسافات مليني؟ واحد اثنين كام؟ 75 وبعدين واحد وبعدين صفر. اللي بعده واحد نص وواحد. طب الزد ثلاثة ولا واحد ونص؟ عشان انقط منسوب مين؟ نص الدور. يبقى ده كده اكس واي. يبقى انا كده اكس واي عند منسوب مين؟ زد بيساوي كام؟ صفر. هبدا اعمل ديفاين. ديفاين ليه بقى؟ موديفاي كونكريت الجاما مودلس اوف بلاستيستي
اللي بعده سكشن، عندي فريم سكشن، اد نيو كونكريت ريكتانجل، عندي سكشن البيم اللي هو 25 في كام، الدبس 7 من 10، والويتس ربع، والست موديفاير تورشن بواحد واربعة واربعة. انا هرسم في الثري دي، في العمود هيبان معاك فريم إليمنت ولا هيبان معاك سبورت؟ فريم إليمنت طبعا. يبقى اد نيو كولوم 30 في كام؟ في 60. الدبس بتاعك 6 من 10، والويتس بتاعك 3 من 10. العمود فيه ست موديفاير؟ سمك البلاطة انت اللي قايل كم هو سمك البلاطة؟ 20. ودي كام؟ 18. هبدأ ارسم بقى، ابدأ ارسم بمين اول حاجة؟ بلاطات. انا عندي كام بلاطة؟ 4. البلاطة دي في منسوب الدور صح؟ والبلاطة دي في منسوب، والبلاطة دي في القلبة، والبلاطة دي اللي هي القلبة التانية صح كده؟ لا غلط، بس هما كلهم دلوقتي لسه على الأرض صح؟ فأنا محتاج أعمل إيه بقى؟ أرفع ديت اللي هي منسوب نص الدور ترتفع على منسوب كام؟ 1.5. يبقى انا عايز البلاطه تتكرر ولا تتحرك؟ يبقى ريبليكيت ولا موف؟ موف. انت عايز البلاطه كلها تطلع ولا جزء من البلاطه اللي يطلع؟ كلها كلها. طالما البلاطه كلها يبقى علم على البلاطه، يبقى اجي اقول له ايديت موف اكس ولا واي ولا زد بدون كام؟ اوكي. ايه اللي حصل؟ البلاطه هنا اتحركت اهي اهي صح. البلاطه دي في منسوب كام؟ لا مش منسوب صفر، منسوب صفر ده منسوب الاساسات، والاساسات مش بيطلع بسطه، الاساسات بيطلع قلبه، فدايما اللي بيبدا السلم هي القلبه، بتبقى طالعه من السمل او بتبقى طالعه من القعده، فدي كده في منسوب 3 متر اللي هو منسوب اول دور. يبقى انا عايز البلاطه كلها هي اللي تطلع، يبقى اعلم عليها واقول له ايه؟ موف ايديت موف او كنترول ام على طول. زد بكام؟ ب3. طلعت فوق خالص اهي صح؟ طيب القلبه دي انا عايزها كلها تطلع ولا جزء منها يطلع وجزء ثابت؟ جزء يطلع وجزء ثابت. انا عايز النقطتين دول ثابتين، وعايز النقطتين دول هما اللي يطلعوا. ففي فرق بين ان انت تتعلم كده البلاطه كلها تطلع، وان انت تتعلم عن طريق النقط فيطلع النقط ويثبت النقط الثانيه. ايديت موف منسوبها كام دي؟ 1.5 صح؟ طب النقطتين دولت يطلعوا على منسوب كام؟ 1.5 برضه، كنترول ام على طول 1.5. خلاص كده اسيب السلم اطلع من هنا واتزحلق كده. لو علمت على النقطتين دولت هلاقيهم ولا مش هلاقيهم؟ هلاقيهم. كنترول ام على منسوب كام؟ اتعمل السلم ولا لا؟ اهو راح فين السلم؟ اهو في مشكلة؟ طيب هوريك حاجة كده. هاي جريد لاينز يعني ايه هاي جريد لاينز؟ اخفي. المشكلة لما انا بعمل موف لجزء وبسيب جزء بيحصل لخبطة في اللوكال اكسس،
يعني ايه؟ يعني انا عايز المومنت في الاتجاه ده كده صح؟ طب هو M11 ولا M22؟ معرفش، على حسب اللون. لو لونه احمر يبقى M11، لو لونه اخضر يبقى 22. يبقى انا هقول له وريني اللوكال اكسس للاريا. قبل ما اعمل ديفايد، يبقى M11 ده الحديد في الاتجاه القصير ولا الاتجاه الطويل؟ القصير. طب هنا M11 هيبقى في الاتجاه ده كده، يعني خليني اسمي ده كده اتجاه اكس واسمي ده كده اتجاه مين؟ واي. هنا M11 هيبقى في اتجاه اكس ولا واي؟ واي. طب هنا M11 هيبقى في اتجاه مين؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش كده، لازم الاتجاه الواحد ياخد لون واحد. ما انا عايز اطلع دلوقتي M11 هيبقى كلهم اكس. طب هنا كده بص M22 في اتجاه اكس، طب و M11 اتجاه اكس، طب و M11 اكس، لا ما ينفعش. يبقى انا مطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ الف دولت، الف اللوكال اكسس بتاعتها بحيث يبقى الاحمر ماشي مع الاحمر، الاحمر ماشي مع الاحمر، بحيث لما اطلع العزوم يبقى انا اقرا M11 على طول. يبقى انا عايز الف اللوكال اكسس دي بكام درجه؟ 90 درجه صح. يبقى انا اجي اقول له اساين اريا لوكال اكسس، هي دلوقتي على زاويه صفر، انا اخليها زاويه كام؟ دلوقتي الاحمر بص ماشي مع الاحمر، دلوقتي الاحمر على نفس الاتجاه حتى لو هو عكس القيمه، فاهم؟ انا ماليش دعوه، انا ليه دعوه ان كلهم ماشيين مع بعض، احمر ماشي معاه، عشان لما اطلع النتائج اقرا ايه؟ M11 على طول. اوعى تعمل دي بعد ما تعمل ديفايد، ليه بقى؟ هيبقى كلها شلات. شيل اللوكال اكسس ريفرش. ممكن دلوقتي اعلم على كله واقول له اديت، اديت اريا ديفايد اريا، صح ولا لا؟ اختارها الشلات كام في كام؟ لا مش نص، اقرا كده 2.75. ويفضل لما تبقى المساحه صغيره تخلي الشلات ربع في ربع. طيب لو كان السلم عندك ابعاده مش كده، ابعاده 2.70 مثلا. لا 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 2.70 ارسمها انت 2.75، فرقت؟ طب لو دي كانت متر و10 ارسمها انت ايه؟ متر. طب لو دي كانت متر و20 ترسمها انت ايه؟ متر 25. يبقى انت بتقرب لاقرب مقاس شل، صح؟ ايش الشلات مالها؟ اتقسمت. طيب ممكن بقى ارجع اظهر تاني الجريد لاينز ولا لا؟ ممكن. ممكن ابدا ارسم بقى الكاميرات ولا لا؟ ممكن. ازاي ارسم كاميرات اهي؟ 25 في 70، عندك كام كاميرا؟ براحتك بقى. من هنا لهنا. صح؟ وعندي كاميرا كمان كده. طب لو العزوم طلعت كبيرة وانسيف انا ممكن اعمل ايه؟ ازود بقى كاميرات بقى مع السلم وازود واحمل كاميرات عليها وهكذا. عندي عندنا ولا ما عنديش؟ كله 30 في 70. من هنا لحد تحت خالص. من هنا لحد تحت. طب ومن هنا؟ تحت. ماشي. تعال نحط الأحمال. ديفاين لود باتر. ايه الاحمال اللي عندك؟ الوزن الذاتي اللي هو الديد والفلورنج كفر، وعندنا اللايف لود، وعندنا حمل الحوائط. اه طبعا في سلم من غير حوائط. هقول لك هنعمل ايه في الحوائط. وعندنا وزن الستبس. يعني ايه وزن الستبس؟ وزن الدرجات اللي موجوده على القلب فقط.
ينفع اعمل define dot combination add new combination ultimate. الدت في واحد وكام؟ واربعة. والفلور كفر واحد واربعة. والستيبس واحد واربعة. والوول واحد واربعة. واللايف كام؟ ماشي. علم على البلاطة. Assign area loads uniform. عندي floor cover قيمته كام؟ 15. ممكن اجي اقول له قول وبعدين live load كام هي؟ 30. قول له اوكي. ليه قول له اوكي؟ علشان انا دلوقتي عايز اعلم على مين بس؟ على القلبات بس. مش القلبات بس هي دي اللي عليها وزن الدرجات؟ يبقى اعلم عليها. او كنت ممكن بسهولة اعمل اتنين سكشن للبلاطة. صح؟ واحد للقلبة وواحد للصدفة والبسطة. عشان لما اجي اقول له سيلكت اقول له ايه؟ سيلكت سيلكت. Assign area load uniform هتبقى الستيبس خدها واحد من مية. خدها واحد من مية. احسبها هتلاقي واحد من مية في حدود الواحد من مية. واحد من عشرة سوري. الدرجة 15 عرضها واحد متر ونايمتها 30 سنتي والجامعة كونكريت 2.5. طيب اتبقى عندك حمل الحوائط. مشكلة حمل الحوائط ان هو لازم يبقى موجود على كمرات. صح؟ بس انا ما عنديش الا كاميرا هنا وكاميرا هنا. طب ده معناه ان ما فيش غير حيطة هنا وحيطة هنا؟ ما هو وارد جدا يبقى انا عندي حيطة هنا وعندي هنا حيطة هنا. حلها ايه؟ دامي إيليمنت. يعني ايه دامي إيليمنت؟ هعمل خط وهمي. ليه خط وهمي؟ عشان احط عليه وزن الحيطه. بس هو كاميرا حقيقيه ولا مش كاميرا؟ لا مش كاميرا حقيقيه. يبقى انا هقول له ديفاين سيكشن فريم اد نيو كونكريت هسميها دامي. دامي اليمنت او دامي سيكشن. ابعدها كام الدامي دي بقى؟ 1 مللي في 1 مللي. ليه 1 مللي في 1 مللي؟ عشان ما احسبلهاش ون ويت ولا احسبلها ستيفنس ولا احسبلها اي حاجه. وابدا ارسم بيها. ثواني يا هندسه. يبقى انا دلوقتي برسم كاميرا بس الكاميرا دي مالها؟ ولا الهواء. هواء. ولو عندي بقى طبعا حيطان هنا ابدا احط الحيطان. دلوقتي لما اجي اعلم كده واقول له assign frame section انا كده بعمل fatal mistake. فريم لود. ليه بعمل fatal mistake؟ لان هيحمل على مين كمان؟ على اعمده. انا عايز يحمل الضمي وال25 في 70. يبقى سيلكت سيلكت بروبرتيز فريم سيكشن ضمي وبيم 25 في كام؟ في 70. اقول له ايه؟ سيلكت. وبعدين اجي اقول له اساين فريم لودز ديستريبيوتد حاله الوولز واحد كام لو هي الحيطه 25. في مشكلة لحد دلوقتي؟ كويس. ها؟ آه. في برضه بيبقى انا في دراسين كده. حط بقى ما انا بقول لك لو انت عندك حيطان تانية. ما انا قلتها يا هندسة. لو انت عندك حيطان تانية حط. يعني مش مش هيبقى 1.35 بقى. هيبقى 6 من 10 ولا حاجة. صح؟ لا ما سيحش لأن دي مش فلات. الحيطان ممكن تتحط في نص السلم مثلا؟ لا. نعم؟ البلاطة 20 سنتي بس هي فلات ولا سوليد؟ سوليد. هشيل الحيطان مش هحط كاميرات. ما هو هنا بص هو انا هنا كده هحط كاميرات عشان اشيل عليها الحيطه؟ لا البلاطه تكفي ازود فواتير بس. قبل ما تعمل السبورتات اعمل ريبليكيت. اديت ريبليكيت في اتجاه مين؟
بطول كم متر؟ 3 متر. العدد بتاعك بقى اي حاجة، انا عايز بس اي قلب في النص، 4 5 اي حاجة، 3. بس الغلطة بقى ايه هي بقى الغلطة؟ العمود دوت، العمود ده انت رسمه طوله كام؟ 1.5. ما انت المفروض قبل الريبليكيت تمد عمود كده كمان، صح؟ من هنا لهنا. تمد عمود كده كمان. من هنا لهنا. صح؟ 3D كنترول R. يعني ايه كنترول R؟ دي زد ب 3 متر والنمبر 4 مثلا. طيب المفروض اجي، لازم اجي عند منسوب اكس واي والزد بيساوي صفر، يعني انزل تحت عند زد بيساوي صفر، هلاقي نقط. النقط دي اعمل فيها ايه؟ سبورتات، اللي هي القواعد بقى للعمدان وللشل. الساين جوينت ريسترينز، واقول له ايه؟ وبعدين ران للموديل دونت ران. ستارت انيميشن. طبعا هتلاقي العمدان بتلعب، بس هي المفروض العمدان متربطه مع كامل المبنى. انا عايز اشوف المومنت ده. بص لاحظ ان الدمي اليمنت بيعمل ازاي. بص عشان هو صغير خالص ملوش اي جسام. طب الاتجاه ده كان M11 ولا M22؟ M11. الاحمر ده اللي هو مين؟ M11 صح؟ انا عايز المومنت في الاتجاه الاحمر ولا في الاتجاه الاخضر؟ احمر طبعا اهو، يبقى M11. هلاقي فوق في منطقه العمود العزم ماله؟ بسالب شويه، وبعدين هنزل تحت الاقي العزم بموجب، وبعدين موجب هيزيد هيزيد لحد ما اوصل لفين؟ لاقصى قيمه للمومنت. قيمتها كام تقريبا؟ 6. وبعدين المومنت ايه اللي هيحصل له؟ هيقل. طب مومنت 6 والبلاطه سمكها كام؟ 20. ازاي اعرف اصممها؟ انا ما اعرفش. اعرف طبعا. البلاطة سمك البلاطة 200، تسليحها لو 8 12 سيف ولا عن سيف؟ طب لو 6 16؟ طب لو 7 16؟ يبقى تسليح السلم كام؟ 7 16 ده السفلي. يبقى انا هاجي اعمل كده، خبطين خطين، رقم الخطين كام؟ 7.16 7.16. وهنا خطين قلت عليهم مينيمم اللي هم 5.12 او 5.10. وبعدين بين له بقى كروس سكشن. التسليح ده اللي هو هيبقى كام؟
كام؟ صفحة كام؟ 16. طب وتحدد في الاتجاه الثاني اللي هو الثانوي 15 او 15؟ راحت البلاطه دي سكانها اكبر من 20 سم، فانا محتاج شبك على الهويه تقوم الايه؟ الانكماش. هنا في حديد يبقى خلاص ابدا حط حديد من اول هنا كده. قيمته كام الحديد دوت؟ مينيمم كام بقى المينيمم دوت؟ 15 او 15. صعبة؟ مسافة الرب 20 سم. مش هي اللي دي خالص 20 سم. ليه 20 سم دي؟ لأن الحديد الرئيسي بتاع الكاميرات العلوي لما يجي تربط في تعليق القناة بتربط مسافة اسمها إيه؟ إيه دي تبقى 20 سم علشان ده حاجة ولا حاجة. في مشكلة؟ في كتاب جاهز، كتاب جاهز. الحاجات دي بكام؟ طب تعملها بكام؟ عندك حلاوه عشان تحطمك بس.